الآن 19 من الحدث. هي 19 تبدأ بالعناوين. إعلان مقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل على يد خاطفيه والجثة في سوريا. مجلس الأمن يحيل على لجنة العضوية طلب فلسطين. في شهرين المهمة الأوروبية تتصدى للحوثي في أكثر مناطق البحر الأحمر اعتداء. بعد أسبوع إيران تعيد قنصليتها في دمشق وتكرر اتهام واشنطن بالمسؤولية. الجديد والذي يظهر على شاشة الحدث مشاهدينا نبدأ به. ليلة غاضبة في جبيل، أنباء حزينة نقلها الجيش اللبناني عندما أعلن أن مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان الذي اختطف أمس قتل من قبل خاطفيه أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأضاف أنهم نقلوا جثته إلى سوريا. الجيش أعلن توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. الحكومة اللبنانية دعت الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات. من جبيل ينضم إلينا النائب في البرلمان اللبناني نزيه متى. سيادة النائب مرحبا بك، نستطلع منك فيما إذا كانت هناك خيوط خاصة بعد تلقيكم هذا الخبر. مساء الخير أستاذ حسين، مساء الخير لكل المشاهدين. مساء النور سيادة النائب. أول شيء أكيد التوصيف أنه هي قتل كرمال سرقة سيارة أكيد مش هيدا الشيء أبدا، لأنه يلي بده يسرق سيارة منه مضطر يقتل، في بشكل كتير بسيط ياخذ منه السياره ويتركه على الطريق ونحن حاله يفل. هيدي جريمه للخط السيادي بلبنان، هيدا جريمه ورساله لكل سيادي بلبنان عم بوصلوا له اياها. طيب يعني اولا نتعرف منك الان بعد هذا التوصيف منك. نعم. على الاستاذ يعني باسكال، يعني نعزيكم. نعم. طبعا نعزي اسرته، ولكن نريد أن نعرف يعني لماذا جرت، يعني ما النشاط الذي يعني أدى إلى أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة، يعني فيما إذا كان توصيفك صحيحا. يعني أكيد مش النشاط تبعول باسكال، لأنه باسكال هو أكيد عنده مسؤولية بحزب اللويت اللبنانية، بس بالنهاية في أداء طويل عريض، أداء سيادي للقوات اللبنانية، وعلى أساسها تم اختيار باسكال. الاعتراض على النهج كامل؟ أكيد مش اعتراض على النهج، هو إذا بدك توجيه رسالة للخط السيادي بلبنان ولكل حدا سيادي أو لكل حدا عم بيقول لا بلبنان. طيب نتوقف معك مع بعض يعني مع بعض التفاصيل الآن سيادة النائب. نريد أن نعرف أين كان الأستاذ باسكال بالأمس، وفيما إذا وصلتكم معلومات كيف تم الاختطاف وغير ذلك. أول شيء كان هو عنده واجب تعازي ونازل على طريق تيوصل على بيته. هلا هونيك في حدا بيتصل بزوجته بيقول لها إنه بيشوف رقم السيارة، بيتصل فيها وبيقول لها إنه شفت السيارة تبعيتك
عم ينزلوا فيها ضرب ناس، عم يضربوا فيها، ينزلوا فيها ضرب ناس. هي شو فكرت؟ فكرت انه هو بواجب العزاء وصافي السيارة مطرح غلط او شيء من هالنوع. فبيرجع بقول لها رجعت يعني بالذات الحديث عم بخبر رأيي وما لقيت السيارة، وبالفعل هيك اختفت السيارة. بعدين اكيد في حدا من الشباب كان عم يحكي معه على التليفون وقت الحادث، بيبعت رسالة وراحت فايرل يعني تعممت، واكيد سمعتوها شي مطرح. نعم. باسكال عم بيقول، عم يستنجد وعم بيقول له ما تقتلني عندي ولاد. فهيئته رافع الفرد بوجهه بيقول له مش براسي، شي بهالمعنى يعني. فمن المبدأ هيدا انه لما بتكون حادثة سرقة اوكي منه مضطر يعمل هالشي ابدا، كان يعني بيقدر يسحب عليه الفرد ينزله من السيارة، او بالاحرى يمشوا في هني وياشي مطرح ينزلوا شي مطرح من فرد ياخدوا منه السيارة ويقولوا له فل، ما بده هالقد، ما بده اكتر من هيك. وخاصة اذا مثل ما بيقولوا كمان انه هني سوريين يعني لا بيعرفهم ولا بيعرفوا فيهم يفلوا، ما حدا بيعرف فيهم. بس لما تصير الشغلة انه تختفي السيارة ويختفي معه التليفون، بعدين ينزلت التليفون على الطريق، معناتها هيدا الشيء صار عن سابق تصور وتصميم. بعدين لما يقول يطلع بيان من يعني للقوى الأمنية انه صار موقف تقريبا حوالي 10 أشخاص، هيدا بيكون كرمال سرقة سيارة؟ 10 أشخاص كرمال سرقة سيارة؟ أكيد لا. طيب. من هالمبدأ هيدا لما بده يشترك فيه 10 أشخاص هيدا اللي توقفه، يعني غير اللي كانوا مشتركين. طب كرمال شو سرقة سيارة؟ شو ما يكون حق السيارة؟ شو ما تكون هدف السرقة؟ وزيادة عن هيك تنقول في فدية بالدق، لن طلب فدية ولا نطلب انه منسلمكم هالشخص مقابل مبلغ معين ولا حكى شيء عن الموضوع. لم تتلقى أبداً عائلته اي اتصال سيادة النائب، اليس كذلك؟ أبداً. ولا احد حتى من القوات اللبنانية؟ ابدا ولا اي اتصال، ولا اي اتصال حدا حكي عن الموضوع. بقى اللي بده يسرق طيب. كرمال سيارة ما بتحرز. طيب وصول الجثة الى سوريا ووصول المخطوف الى سوريا، يعني كذلك نريد ان نعرف يعني فيما اذا زودتم بتفاصيل كيف وصلت مساله الحدود. نعم ما في تفاصيل عن الموضوع. هلا كيف وصلت على سوريا انه ما بعرف، بس مثل برجع بقول لك لما يكون في عدد لا بأس فيه من الأشخاص يعني خاصة اللي توقفوا، ومثل ما عم نقول عصابة كاملة أو مجموعة كاملة، يعني ساعتها هيني تروح على سوريا القصة، منا هالقد صعبة يعني. طيب السيارة من لبنان ساعة ونص توصل لسوريا يعني. طيب سيادة النائب، متى أخبرتم أنتم بالموضوع بشكل رئيس وبشكل مباشر بأنه قتل؟ قبل ساعة، نصف ساعة، يعني هل من شي ساعة ونصف تقريبا، من شي ساعة ونصف تقريبا. طيب تقريبا هيك. لم يصل اليه احد من الجيش ولا المخابرات ولا غير ذلك؟ يعني قتل قبل الوصول؟ ما هيك البيان اللي طلع، ما بنعرف نحن، ما بنعرف معنا اي موضوع، اي خبره عن الموضوع يعني. طيب سيادة النائب، كذلك يعني في ظرف مثل هذا الظرف يعني تصبح هناك حالات فوضى وحالات اعتداءات، ما الذي توجهونه انتم الان في حزب القوات اللبنانيه على الأقل لطريقة تعاطي مختلفة مع حدث لا شك بأنه مزعج ومؤلم لذويه ولكم كذلك؟ يعني مسألة وجود سوريين كذلك في 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 القضية، هذا لا يعني بأن الكل مشارك، أليس كذلك؟ حكما للموضوع، وإذا في سوريين هن المشتركين مش ضروري كمان هن السوريين يكونوا عاملين الجريمة. نعم. فمن هالمبدأ هيدا نحن بندعي أكيد لضبط النفس. نحن حزب القوات اللبنانية مؤمنين ببناء الدولة بمؤسساتها، فما رح نجي أكيد ننجر لأي فتنة ولا لأي تصرف عشوائي. بالعكس رئيس الحزب أكيد عم يدعي لضبط النفس، كلياتنا عم ندعي المحاسبين والمنصرين لضبط النفس، ويعني وبكل صراحة ومش أول مرة بيصير علينا هيك حدث وبنضبط النفس، لأنه نحن مؤمنين بمؤسسات الدولة وبقيام الدولة، ومش من زمان كلنا بنعرف 7-8 أشهر مقتل ياسر الحصروني ذات الشيء وبأي منطقة مقتل، وكان معلوم تقريبا كيف وليش، وكمان دعينا لضبط النفس لأنه نحن مؤمنين وكامل الإيمان ببناء الدولة، لأنه بعدنا عم نعطي الفرصة لهالبلد يقوم من كبوته. طيب ولحتى كل هالمكونات اللبنانية يؤمنوا بهالبلد أنه لازم يرجع هالبلد ينعطى فرصة مثل ما لازم، بس الهيئة في شريحة منا مؤمنة بالبلد. طيب
منذ الأمس حتى اللحظة سيادة النائب، كيف تقيمون أداء الحكومة والتعاطي مع هكذا ملف للأسف كانت النهاية بهذا الشكل؟ القوى الأمنية، الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، كل الأطراف التي اتصلتم بها. نعم، بالبداية أنا فيه أعتبر أنه الأجهزة الأمنية أنه اشتغلت وقامت باللازم اللي فيها تعمله، لكن صراحة عقد القدرات اللي عندها إياها ما في شك، يعني نحن على التواصل معنا كامل وكانت عم تتجاوب وعم تشتغل بتشتغله، إن كان من خلال متابعة التليفونات، من خلال متابعة الكاميرات كانت عم تقوم باللازم. بس بكل صراحة بقول نحن عندنا مشكل مع السلطة الحاكمة يلي هي الحكومة يلي مستقيلة من مهامها. أنا برأيي كله بيرجع بكل صراحة التفلت الموجود بالبلد، كله بيعود للتفلت الأمني الموجود بالبلد، للتفلت الحدود الموجود بالبلد. منشوف هالبلد يلي حدوده على كامل الحدود، في عنا شقفة من الحدود فيها حرب والشقفة الثانية من الحدود مباحة، فمن هالمبدأ هيدا ما بتعود، يعني ما بتعود تتفاجأ إذا صار في خطف وصار في قتل وصار في إجرام وصار في سرقة وصار في تعدي وصار في شو ما بدك عن الموضوع، ما بتعود تتفاجأ لأنه البلد فلتين على مصراعيها. طيب، ما هي إجراءات حزب القوات الآن؟ يعني منذ الأمس يعني شاهدنا رئيس الحزب زار المنطقة وكذلك يعني دعا أكيد للتهدئة. نعم صحيح. الآن هل ثمت اجتماعات لكم اليوم؟ هل ثمت إجراء يمكن اتخاذه؟ بكل صراحة لحديث هل نحن أكيد يعني بشكل تلقائي نحن يعني عم نجرب نضبط الوضع مثل ما لازم، وبعد بكير يعني نجتمع ونشوف شو الخطوات اللازمة تنعمل. طيب الآن نحن ستبقى معنا سيادة النائب، سأذكر فقط للذين انضموا إلينا الآن، الجيش اللبناني يعلن مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان خلال اختطافه. إذن مشاهدينا نحن نحاول رصد حركة الشارع في الداخل اللبناني، خاصة مع الحديث عن أن فقط أختم معك سيادة النائب، معلوم متى تصل الجثة إلى الداخل السوري، إلى الداخل اللبناني؟ مبدئيا حسب ما عرفنا بواسطة الإعلام بكل صراحة أنه صارت داخل الأراضي اللبنانية. نعم، وصارت بإيد المخابرات. بقى بتصور بتصير قصة يعني خلص، يعني بوقت قريب بيسلموها مستشفى حكومي وخلص. طيب، بتصير بتكون صارت داخل الأراضي اللبنانية. شكرا جزيلا لك من جبيل النائب في البرلمان اللبناني الأستاذ نزيه متى. نتابع مشاهدينا في ساعتنا الأولى في نظر الخارجية الفلسطينية، فإن فرص الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كبيرة جدا ما لم يتم تسييس المسألة، لا سيما أن فلسطين معترف بها لدى أكثر من 141 دولة بشكل ثنائي. مجلس الأمن حال طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضوا كامل العضوية إلى لجنة العضوية في خطوة وصفت بالتاريخية. وكان أعضاء مجلس الأمن قد باشروا مناقشات جديدة كانت قد بدأت عام 2011 في سياق مساعي الفلسطينيين إلى الاعتراف بالعضوية الكاملة، رغم إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن هذه الخطوة الطموحة يجب أن تكون ثمرة المفاوضات، مفاوضات السلام المباشرة مع الإسرائيليين. أنا أسألكم، هل يريد أعضاء الأمم المتحدة أن نكون أعضاء زملاء لهم؟ هل تريدوننا أن نكون أعضاء زملاء لكم كعضو في الأمم المتحدة؟ الجواب واضح، نعم مدوية، تريدوننا أن نكون كذلك، عضو كامل العضوية مثلكم ويجلس معكم، سترحبون بذلك. بعد مرور 6 أشهر على المذبحة لا توجد وقفة احتجاجية ولا توجد إدانة لحماس، ومجلس الأمن منشغل، مشغولون الآن بمناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدلا من تصنيف حماس كمنظمة إرهابية. وبعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديد موعد لاجتياح رفح، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة. الخارجية الأمريكية كشفت أنه تم إبلاغ إسرائيل بوضوح أن اجتياحا واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل.
وكشفت الخارجية الأمريكية لمراسلة الحدث أن واشنطن تدعم عودة المهجرين من رفح إلى الشمال، وأضافت أن التقارير التي تحدثت عن عدم توجيه ضربة إيرانية انتقامية لإسرائيل مقابل وقف إطلاق النار في غزة غير صحيحة. نتابع مشاهدينا، ولكن نذهب إلى واشنطن الآن ونشاهد هذه الصور للكسوف الكلي للشمس فوق واشنطن، ونحن نتابع هذه الصورة من هناك. إذن مشاهدينا، كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة الأمريكية فوق واشنطن على وجه التحديد. إذن نحن نتابع هذه الصورة مشاهدينا، وتشهد أجزاء واسعة من قارة أمريكا الشمالية هذا المشهد الكسوف. إذن نعود من الكسوف إلى الإشراق في العاصمة الجزائرية. السفير الفلسطيني فايز أبو عيطة ينضم إلينا. إشراق، مطالبة فلسطين بأن تكون ضمن الأمم المتحدة عضو فاعل العضوية يا سيادة السفير، كيف يمكن أن يفعل هذا الموضوع، وكيف يمكن أن يستغل ويستثمر الآن، خاصة أن مزاجا لدى بعض الدول تغير لصالح فلسطين وإن لم تكن الإجراءات عملية؟ يعني أولا تحياتي لك أخي العزيز، أهلا وسهلا. وأنا أقول كيف ممكن أن يتحقق ذلك إذا استيقظ الضمير العالمي، الضمير العالمي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت في عام 2011 سدا منيعا وأعاقت حصول فلسطين على العضوية الكاملة أو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين. عندما تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب للاعتراف بفلسطين كدولة ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما أحال مجلس الأمن الموضوع أو طلب فلسطين إلى لجنة لدراسته ومن ثم تحويله لمجلس الأمن للتصويت عليه، قامت بعرقلة، بل قامت بابتزاز وتهديد بعض الدول بأن لا تصوت بطريقة إيجابية، بالرغم من أن فلسطين لا ينقصها شيء حتى تنال الاعتراف الكامل، بما في ذلك أنها اعترفت بميثاق الأمم المتحدة والتزامها بكل مبادئ الأمم المتحدة كما يقضي موضوع الاعتراف بأي دولة. هل يمكن أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة سعادة السفير؟ أنا أعتقد بعد شلال الدم وبعد هذا الإجرام وهذه الوحشية وكل جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، من شأن ذلك بالفعل أن يوقظ الضمير العالمي ويكون هنالك ضغط داخلي على الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير موقفها. مشكلتنا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تقتنع، ونحن نرى في الفترة الأخيرة وإن كان هذا متأخر جدا هنالك ضغط باتجاه يعني تخفيف العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وكأنها استيقظت متأخرا من أن هنالك جرائم خارجة عن القانون، جرائم إبادة جماعية. طيب، هل سيغير ذلك في موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها عام 2012 كدولة مراقب غير عضو في المجموعة الدولية، ولكن أخذت صفة المراقب تبقى مستمرة في كل هذه المحاولات. والآن دولة فلسطين تقوم بإجراء تنسيق
على أعلى المستويات مع كل الأصدقاء، مع كل الأطراف العربية وغير العربية، بما في ذلك بل أهمها طبعا دولة الجزائر التي هي اليوم عضو في مجلس الأمن، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستكون اجتماعات على أعلى مستوى هنا في الجزائر بحضور مندوبي الدولتين في الأمم المتحدة، السيد بن جامع ممثل دولة الجزائر والسيد رياض منصور ممثل دولة فلسطين، سيلتقوا هنا إن شاء الله مع وفد رفيع المستوى من دولة فلسطين، سيكون على رأسه رئيس الوزراء الفلسطيني. طيب. وأشقائنا هنا في الجزائر يعني أنت تذكر سعادة السفير، نعم أنت تذكر في 2012 عندما تحولت فلسطين من كيان إلى دولة مراقب كان هناك اعتراض من 41 دولة آنذاك، ولكن وصلت فلسطين إلى حال دولة مراقبة الآن، هي تريد أن تكون دولة كاملة العضوية. نعم الآن تغير المزاج عند هذه الدول، 9 دول اللي كان عندها اعتراض من 41 وباقي 41 كانوا امتناع عن التصويت. نعم امتناع عن التصويت، نعم كانوا امتناع عن التصويت، وكانوا يربطوا ذلك بأن يجري ذلك بشكل متوافق بين دولة فلسطين وبين الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال لا يريد الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي هل تبقى هذه الدول بعد كل ما جرى خلال 6 شهور الماضية وبعد حمام الدم بل أنهر الدم التي سالت في فلسطين على يد هذا الكيان الغاصب، هل ستبقى هذه الدول ترهن الاعتراف بدولة فلسطينية بموقف الاحتلال؟ آن الأوان حقيقي، آن الأوان، وأنا قلت قبل قليل بأن هنالك تنسيق مع دولة الجزائر على أرفع مستوى ومع كل الدول الصديقة إن شاء الله، نحن نراهن أن نكسب الجولة هذه المرة، وإن لم نكسبها سنستمر، هذا حق الشعب الفلسطيني. طيب. وعلى هذه الدول أن تعلم أن اعترافها بفلسطين سيشكل ضغط على هذا الاحتلال لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وأن استمرار امتناعها عن التصويت لصالح دولة فلسطين. طيب. هذا سيشجع الاحتلال الغاشم المجرم على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية. طيب سعادة السفير للذي يتابعنا الآن، ما الذي يفرق لدى الفلسطين، لدى دولة فلسطين، فيما لو انتقلت من دولة مراقب إلى دولة كاملة؟ الناس تريد أن تعرف كذلك، يعني ما الفرق بين هاتين؟ إحنا موجودين كشعب، عندما لم تعترف بنا الأمم المتحدة وعندما اعترفت فينا الأمم المتحدة كدولة مراقب الأمم المتحدة، وسنكون موجودين إن شاء الله بشكل أفضل عندما تعترف بنا مجلس الأمن يعترف بنا والأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ولكن الأساس أن الشعب الفلسطيني موجود. هذا الاعتراف فيما يتعلق بفلسطين أخي، ودعني أوضح ذلك، هو اعتراف كاشف، لأن دولة فلسطين موجودة والشعب الفلسطيني موجود وسلطة الشعب الفلسطيني موجود وإقليم الشعب الفلسطيني موجود وكل أركان الدولة موجودة، ولكن هذا الطلب مقدم منذ 2011 وقدمه الرئيس محمود عباس. سعادة السفير صحيح، أنا فقط هنا أريد أن أظهر الفرق بين الاعتراف بفلسطين باعتباره اعتراف كاشف لأن كل مكونات الدولة موجودة، وعن ذلك الاعتراف الذي تم بإسرائيل كان اعتراف منشئ، إسرائيل لم تكن موجودة بل تم إنشائها وتم الاعتراف بها، وبالتالي من باب أولى أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين الموجودة عبر كل الأزمان وعبر التاريخ على أرض فلسطين، لدينا سلطة ولدينا إقليم ولدينا أرض ولدينا شعب ولدينا سيادة، وبالتالي لابد من الاعتراف. نحن نوجه ندائنا للولايات المتحدة الأمريكية أن تستيقظ من الظلم التاريخي الذي مارسته على الشعب الفلسطيني، وأنا أعتقد أن هذه الجرائم الإبادة الجماعية وهذه الوحشية التي قام بها باقتراب كل هذه الجرائم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح الأمريكي للأسف الشديد من شأنه أن يوقظ الضمير الأمريكي والضمير العالمي لينحاز إلى العدالة ولو قليلا، أقل حقوق الشعب الفلسطيني أن يتم الاعتراف به اعترافا كاملا، ونحن واثقون إن لم تنجح هذه الجولة ستنجح الجولة المقبلة. الشعب الفلسطيني صامد على أرضه، الشعب الفلسطيني باق على أرضه، صحيح نتعرض إلى عملية شكراً. نتعرض إلى حرب إبادة جماعية، ولكن الشعب الفلسطيني لن يبرح أرضه، لن يترك أرضه، وسيبقى متمترس عليها إلى أن ينال
كل حقوقه المشروعة، دماءنا وأموالنا وأعراضنا وممتلكاتنا التي يتم هدمها وقتلها في فلسطين هي في رقبة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا. التي توفر الغطاء السياسي للاحتلال الإسرائيلي. من العاصمة الجزائر السفير الفلسطيني فيها فايز أبو عيطة، شكرا سعادة السفير. بعد حوالي شهرين على إطلاق مهمة في البحر الأحمر، أكد الأصول الأوروبية أن كافة اعتداءات الحوثيين أخفقت في مناطق تحركه، وقال قائد الأصول الأوروبي أنه وفر الحماية لـ60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 من فبراير، معلناً تدمير 9 مسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية منذ بداية هذه المهمة، موضحاً أن إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع إيران هدفه الضغط على الحوثيين. كما أشار الأصول الأوروبي إلى وجود 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية ضمن المهمة. نحاول تدريجيا استعادة ثقة قطاع الشحن عبر توفير الحماية للسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. مهمتنا تتمثل في تأمين حرية الملاحة في منطقة عملياتنا. تحركاتنا تتركز في المناطق الأكثر خطرا وتحديدا في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أين نفذت غالبية الاعتداءات في الشهر الماضي. مهمتنا مفيدة أيضاً لدول المنطقة التي تتأثر مصالحها نتيجة الاعتداءات القائمة، وقد وفرنا الحماية لـ68 سفينة وتصدينا لعدد من الاعتداءات، وبذلك ضمننا عبوراً آمناً بالنسبة لأسطول السفن التجارية. هذا بعد مهمة SBDS. بدوره أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن تكلفة الشحن من الصين إلى أوروبا تضاعفت بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. تكلفة تأمين سفن الشحن من الصين إلى أوروبا والعكس تضاعفت بسبب الهجمات الحوثية التي كان لها تأثير مباشر. عدد السفن المارة في منطقة البحر الأحمر انخفض لأدنى مستوى، لذلك كان علينا إطلاق العملية أسبيدس، وفي شهر واحد فقط كانت جاهزة وبسرعة للقيام بمهامها، وهي حماية سفن الشحن التي تطلب المساعدة والتدخل الناري إذا تطلب الأمر. من مأرب ينضم إلينا العميد عبد الرحمن الربيعي، الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية. مرحبا بك سيادة العميد. إلى أي حد تتفق مع ما يتحدث به المسؤولون الأوروبيون أنه منذ المهمة الأوروبية SBTS يعني تم ضبط سلوكيات الحوثيين وبالتالي خفت عمليات تهديد الملاحة؟ مرحبا فيك أخي الكريم وبكل متابعي قناة الحدث. أهلا وسهلا. التصريحات الأوروبية توحي أو تعطي إيحاء، يعني هنا لاحظ معي، هنا الجهد الدولي الأمريكي الأوروبي مشتت مفتت، يعني بمعنى لا يمتلك أجندة أو رؤية أو رؤية استراتيجية للعمل العسكري ضد الحوثيين، لا توجد، بدليل ان الحوثيين بدليل ان الاوروبيين شكلوا قياده منفرده واطلقوا عليها اسم سبيدس، والان هم يحاولون اظهار شيء من القوه في البحر الاحمر على اعتبار انهم بيعملوا منفردين، والخطه كلها بمجملها او الدعاوى التي هي قائمه لوجود هذه القوات مجتمعه في البحر الاحمر كلها تسعى تحت غطاء او مبرر واحد، وهو حمايه الملاحه او حمايه السفن وطرق التجاره في البحر الاحمر. هنا يطرح سؤال في غاية الأهمية، منذ أن بدأت أزمة الملاحة في البحر الأحمر وبدأ الحوثيين بأعمال تهديد مباشر وحقيقي للسفن المارة عبر البحر الأحمر، مفارقة عجيبة في المصطلحات العسكرية أو في الأعمال العسكرية. عندما يتحدث قائد الأسطول الأوروبي في البحر الأحمر ويقول تواجدهم للحماية شيء لا غبار عليه، لكن هناك فرق كبير بين الأداء العسكري لمفهوم الحماية. أنت هنا تقول حماية عندما يكون التهديد للسفن المارة في البحر الأحمر تهديد بحري، أي بمعنى أن هناك زوارق والسفن يمتلكها الحوثيين بتقوم بعمل عملية قرصنة أو عملية استهداف لهذه السفن عبر البحر. أنت أمام عملية مختلفة كليا، هذه العملية تتمثل في أن الحوثيون يستخدمون الصواريخ من الأراضي اليمنية، لا تدري لا أمريكا ولا الأوروبيين متى وأين ستأتي هذه الصواريخ وأي هدف تستهدف، لذلك سيظل في تقديري. بمعنى سيادة العميد أنه وإن ضبطت حركة القرصنة
وتسير هذه الزوارق في البحر، إلا أن الاستهداف من على بعد من الممكن أن لا يضبط، لا يمكن حل هذه القضية، أليس كذلك؟ هذا 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 بالتأكيد أخي الكريم، هذا بالتأكيد بالتأكيد، لأنه هناك نحن نعرف ونستقرأ التاريخ والحاضر والحروب كلها. أنت لا يمكن أن تحسم معركة من البحر إلى البر، هذا شيء مستحيل. أنت هنا بتواجه ما فيش مع الحوثيين قوات بحرية عشان تستهدف، هم لديهم الكهوف والجبال والصحاري والسهول يستخدمون وينقلون عربات الإطلاق للصواريخ وكذلك أيضا المسيرات. هنا يصبح الدفاع الذي يمثل الوجود البحري في البحر الأحمر للقوات الأوروبية والأمريكية يصبح في حالة من العشوائية، ولذلك لن تحسم هذه القضية على الإطلاق. نحن طرحنا يا أخي الكريم طروحات يعني هي التي أكثر قابلية للتطبيق والتحقيق، منها سيادة العميد لن يتم عمل نعم. أي شيء إذا هل ذكرتنا بها؟ منها يا أخي الشرعية يا أخي الكريم تملك قوات على الأرض، الشعب اليمني بقرابة 90% يلتفون مع الشرعية، لدينا قضية، لدينا انقلاب، لدينا حوثي أصبح مهدد للوطن الداخل وللإقليم وللعالم. إذا لماذا ما تتجه هذه الجهود المشتتة والمفتتة والغير مجدية، لماذا لا تتجه لدعم الشرعية، الدعم السياسي وحتى العسكري أيضا؟ هنا ستكون العمل مجدي وقد يضغط يشكل ضغط قوي على الحوثيين. لك أن تتخيل قبل أيام هذا من ناحية فكرية سياسية عميد عبد الرحمن إذا سمحت، هذا من ناحية فكرية سياسية تأييد. أنا أريد فيما إذا كان لديك مقترحات من الناحية العسكرية الناس تسمعها، لعل بعض الأطراف تقول بأن هذه المقترحات بالفعل يمكن تطبيقها. صحيح تفضل. هم يدركونها أخي الكريم، هم يدركونها جيدا، لكن حالة التماهي. لك أن تتخيل، دعني هنا أذكرك بما طرحته أو أسلفته أنت قبل قليل فيما يتعلق بالتصريحات الأوروبية مثلا إزاء إيران، قالوا لا زالت القنوات مفتوحة مع إيران، وحتى أنا قرأت قبل قليل أنهم تحدثوا أيضا الأوروبيين أنه لا زال لديهم قنوات مع الحوثيين مفتوحة في ظل هذا البروباغندا القائمة وفي ظل. طيب يا أخي الكريم، إذا أرادت هذه الدول المجتمعة أن يكون هناك تأثير مباشر على الحوثيين، لابد من دعم حكومة الشرعية، الدعم المباشر بحيث تستطيع هذه الدولة والحكومة المعترف بها دوليا والمعترف بها بالأمم المتحدة والمعترف بها داخل الشعب اليمني ولا زالت حاضرة ولديها القوة التي تستطيع أن تكبح جباح هذه الميليشيات وتستعيد الدولة. وبدون استعادة الدولة اليمنية لا استقرار في البحر الأحمر على الإطلاق، لأن إيران وأذرعها اليوم أصبحت حاضرة. لك أن تتخيل، كنت أريد أن أذكرك بموضوع تيموث ليندر كينغ كان سيأتي إلى المنطقة، لأن أمريكا في تقديري أنا استقرأت تماما فشلها العسكري أنها لا يمكن أن تحسب معركة من البحر إلى البر إطلاقا، ولذلك حاولت من الجانب السياسي وأتت على أساس أنه ممكن دولة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة أن تقوم بوساطة في إطار ما يسمى بخارطة الطريق. هذه خارطة الطريق تكون غطاء لكي تحصل أمريكا على معنى إيقاف أعمال الحوثيين في البحر الأحمر ليس إلا. طيب. جاءت أحداث الأخيرة في سوريا الآن، جاءت الحدث خرب المشهد كله. طيب، شكرا جزيلا لك من مأرب العميد عبد الرحمن الربيعي الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور التي تريدنا من الداخل اللبناني، جبيل ومناطق محيطة بها، قطع للطرقات في جبيل إثر الإعلان عن مقتل مسؤولي حزب القوات باسكال سليمان. إذن نحن نتابع مشاهدينا هذه الصور التي وردت قبل قليل، قطع الطرقات بعد إخبار حكومة تصريف الأعمال من قبل الجيش اللبناني بأن المسؤول في حزب القوات اللبنانية قتل من قبل خاطفيه وهو وصل إلى الأراضي اللبنانية، وسيسلم جثمانه إلى مستشفى حكومي وبعد ذلك يصار إلى دفنه بحسب البيانات التي تريدونها.
كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من دمشق تصريحات المسؤولين في طهران حول قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، قائلا إسرائيل ستحصل على الرد اللازم لهجومها على قنصليتنا في دمشق، فيما اعتبر وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق هو تجاوز خطير، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهكت كل القيم. إلى هذا افتتح وزير الخارجية الإيراني يرافقه نظيره السوري مبنى جديدا للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق بعد أسبوع من قصف جوي نسب إلى إسرائيل وأسفر عن تدمير مقر قنصلية طهران ومقتل 7 قياديين من الحرس الثوري. ويقع المقر الجديد على بعد عشرات الأمتار من المقر القديم الذي سوي أرضا جراء القصف في منطقة المزة بدمشق. كما التقى عبد اللهيان بالرئيس السوري بشار الأسد وناقش القضايا الإقليمية والدولية. الهجوم على سفارة طهران في دمشق عمل إرهابي وتسبب بسقوط مدنيين أبرياء، وإسرائيل انتهكت من خلاله كل القوانين الدولية وسنقوم بمحاسبتها على ذلك. الولايات المتحدة مسؤولة أيضا عن هذا الهجوم، والمقاتلات التي قصفت سفارتنا في دمشق كانت أمريكية. بعد حادث خطير وخطير جدا انتهكت إسرائيل من خلاله كل القيم التي قامت عليها البشرية منذ الأزمنة القديمة وحتى الآن. لا نذكر إلا حوادث قليلة جدا تم فيها قصف مناطق محمية بالقانون الدولي كالسفارات والمشافي والأطفال والنساء وكل ذلك. إذن مشاهدينا، لمتابعة هذا الموضوع ومناقشته ينضم إلينا من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، ومن واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ عبد الحميد لأسأل عن الخطوة الجديدة والملف الذي يناقشه وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين السوريين، فحسب مسألة قصف السفارة أو ثمت أشياء كانت مجدولة؟ مساء الخير لحضرتك أستاذ حسين ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. مساء النور. ربما هذا الإطار الشكلي الديكور العام الذي أتت فيه ظله هذه الزيارة أو تحت جناحه لإعادة افتتاح قنصلية جديدة على بعد أمتار قليلة عن المكان الذي استهدف منذ في بداية هذا الشهر، لكن أعتقد بأن هذه الزيارة لها طابعها الخاص وربما يمكن القول بأنها ذات خصوصية عن بقية كل الزيارات التي سبقت بين طهران ودمشق بين المسؤولين السوريين والإيرانيين، نظرا لثلاثة عوامل مستجدة أراها. أولاً هي مرتبطة بما يتعلق بالعلاقات التي شهدت شيئا من التوتر إثر هذه الحادثة والاستهداف، حيث جاءت الأخبار تتحدث عن تشكيك إيراني بالجانب السوري أو ببعض الشرائح الأمنية السورية، وكذلك الرد السوري عبر وكالات الأنباء على هذه التسريبات الإيرانية والاتهامات التي سربت باتجاه وجود بعض من يسرب مثل هذه المعلومات لكي يستهدف بعض القادة الإيرانيين. العامل الآخر الذي أراه أيضا قد يكون ضمن هذه الزيارة هو ربما الحديث، وأقول ربما الحديث، بين الجانبين الإيراني والسوري حول مسألة الرد الإيراني المزمع والذي مضى عليه أكثر من أسبوع بين تهديد ووعيد سواء للإسرائيليين أو للأمريكيين، وربما أيضا التشاور حول مسألة الخيارات التي يمكن أن تكون متاحة للإيرانيين. أنا أستبعد أن تكون على طريق على الجنوب السوري بما يتعلق بجبهة الجولان، ولكن مع ذلك هناك خيارات أخرى. الأمر الثالث أو العامل الثالث الذي أعتقد أنه لن يكون غائبا عن مثل هذه الزيارة حتى دون الإفصاح عنه هو ربما يكون عن مسألة النوايا الإيرانية لاستهداف
بعض المواقع الأمريكية على الأرض السورية سواء في قاعدة التنف أو في شرق الفرات كما جرت العادة، سواء من قبل الإيرانيين بشكل مباشر أو من قبل بعض الفصائل التي تعمل على الأرض السورية مع الإيرانيين، لأن الحديث الإيراني المتواتر عن اتهام واشنطن بالشراكة في عملية استهداف القنصلية ربما يوحي بأن طهران تريد أن تلجأ إلى هذا الخيار، لأن ليس لديها خيار بالمواجهة مع إسرائيل لا بشكل مباشر على الجغرافيا، باستثناء ربما أن يكون لديها خيار باستهداف بعض التمثيليات أو الممثلين الدبلوماسيين أو الممثلات الدبلوماسية في خارج الشرق الأوسط التابعة لإسرائيل. دمشق ومسقط، دكتور سمير التقي مرحبا بك، عما يبحث وزير الخارجية في هاتين العاصمتين بعدما جرى في دمشق؟ يعني نريد أن نفهم. أولا سيدي تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ عبد الحميد وأيضا للجمهور الكريم، أهلا وسهلا. أعتقد بأننا الآن على شفا تحضير دبلوماسي إيراني لضبط تداعيات احتمالات الضربة، وهذه المرة كما يتسرب وكما يجري الحديث هنا في واشنطن ستكون ضربة من حيث الأساس ستكون ضربة إيرانية، ولكن وذلك قد يؤدي إلى تداعيات. من المعروف أنه في حوادث السابقة انتشر العملية وتحولت إلى حرب شاملة عام 2006، والآن وقبلها أيضا عام 1982، وكل ذلك يعني هناك تحفظات وهناك سعي لإعادة ضبط التحالفات السورية كما تفضل الزميل من دمشق. وعلى هذا الأساس باعتقادي هناك افتراق بين ما يمكن أن يكون قاله وزير الخارجية الإيراني في دمشق وما يمكن أن يكون قاله في مسقط. في مسقط الرسالة مختلفة بلا شك، أن هناك يعني سعي إيراني لأن تتم الضربة ولكن أن تكون مضبوطة ولا تؤدي لتداعيات. هذا هو الانطباع الرئيسي من قراءة الصحف الإيرانية ومن قراءة تصريحات مسؤولين معتبرين في طهران. ولكن بالمقابل أيضا لزن يحتاج هو لكي ينقل رسائل للأمريكيين وإلى حد ما إلى الإسرائيليين فيما يتعلق باتجاهات الضربة واحتمالاتها. وأعتقد بأن نحن الآن أمام لحظة حقيقة متعلقة بأن إسرائيل أصبحت الآن تشعر بمخاطر تداعي ردعها الإقليمي في وقت تقوم فيه إيران هناك تساؤل حول إلى أي مدى سوف ترد إيران فيما يتعلق بردعها الإقليمي أيضا، لأن القضية متعلقة بأن بعد قاسم سليماني وبعد أيضا حادثة السفارة في دمشق كل هذه الأحداث توحي بأن إيران عليها أن تستعيد ردعها الذي يبدو أنه قد تراجع إلى حد بعيد. إذا تركت الأمور تمر دون ردع عسكري وليس مجرد تسجيل نقاط رمزية، إذا تركته دون ردع عسكري فهذا سيعني بأن الردع الإيراني بشكل عام على مستوى الإقليم سيتراجع. طيب أستاذ عبد الحميد، أتيت على نقطة هامة جدا، مسألة مناقشة بعض الحركشات بالقوات الأمريكية الموجودة على الجغرافيا السورية. يعني من صالح دمشق هذا بمعنى أنها ستقبل إن ما فكرت طهران، خاصة وأن الحكومة السورية تتجه إلى نوع ما من التهدئة على كافة الأصعد؟ فيما يتعلق بهذا السياق الاستهداف للقواعد الأمريكية سواء جاء من الإيرانيين بشكل مباشر أو من ما بات يعرف في الآونة الأخيرة بالمقاومة الإسلامية العراقية أو حتى من الحشد أو من الفصائل التي تعمل مع الإيرانيين في سوريا، لا أعتقد أن سوريا ستجد نفسها محرجة في هذا الإطار، لأن لها أهدافها أيضا بأن تقلق الأمريكيين سواء من قبل الإيرانيين أو من قبل الفصائل التي تعمل معها. هذا من جانب. من جانب آخر، ربما الأحداث التي مرت والمناوشات التي حدثت ضد الأمريكيين على مدار الأشهر التي سبقت حتى 7 أكتوبر لم تكن في الحقيقة تغني ولا تسمن، لم تكن تؤثر لا على الوجود الأمريكي ولا على المشروع الأمريكي ولا على حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية كقوة احتلال في شرق الفرات، وأقصد بذلك قوات سوريا الديمقراطية أو قسد. لذلك يبدو بأن الإيرانيين إذا ما أرادوا الذهاب بهذا الخيار
قد يكون هناك نوع من إغماضة العين عن هذا الموضوع، ولكن لا أعتقد أنه سيتطور إلى مرحلة من مراحل المواجهة الشاملة أو الواسعة أو حتى وجود جيوش. أنا أعتقد بأنه سيكون محصورا ضمن إطاره السابق ما يتعلق بوجود هذه الفصائل، سواء كانت في غرب الفرات في مناطق البوكمال الميادين أو دير الزور، أو كذلك من الأراضي العراقية التي يمكن أن تطال بعض مناطق شرق الفرات نظرا للتواصل الجغرافي بين الجغرافيتين. طيب. لذلك لا أرى بأن دمشق ستكون ممتعضة، ولا أرى أيضا أنها ستكون ضد هذا الخيار. أنا أعتقد بأنه إذا كان هناك محاولة لضبط الرد الإيراني عبر الأراضي السورية، فأعتقد بأن هناك الجنوب السوري الذي ربما تجد فيه سوريا حسابات خاصة بها بسبب الوجود الروسي أيضا والمصالح الروسية والانتشار الروسي في الآونة الأخيرة الذي بات واضحا وملموسا على خط الفصل بين الجولان السوري المحتل والأراضي السورية. عين طهران يا دكتور سمير من الممكن أو فكرها أو ذهنيتها من الممكن أن تفكر بهدفين مشتركين، بمعنى أنها ترد على إسرائيل وكذلك ترد على ما ألمح إليه وزير الخارجية الإيراني عندما قال الأسلحة التي استخدمت في استهداف قنصليتنا كانت أمريكية؟ من الممكن أن تستهدف القوات الأمريكية في الجغرافيا السورية؟ أنا في رأيي يعني المناوشات المعتادة بين أزرع إيران، وهي مناوشات يعني إعلامية فيها الضجيج كثير ولكن لم تؤدي إلى ضحايا إلا حينما تم إصابة البرج 20، وبحسب معلوماتنا قيل بأن ذلك لم يكن مخططا. ولكن بالمقابل الآن الخطر الرئيسي هو إسرائيل في اعتقادي، بمعنى أن إسرائيل قد تتعرض لعملية ما، يعني يفترض بأن تكون هذه العملية عسكرية، لأن الردع العسكري هو الجوهر، وقضية أن إيران سوف تصبح منخرطة تماما. التغير الذي صار الآن في الوضع تماما في الإقليم هو أن قضية النكران التي كانت تلعب عليها إيران دائما ونكران صلتها، فإذا كانت إيران تعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن ما جرى في دمشق بسبب أن الطائرات والقنابل هي أمريكية، فبالمقابل أيضا كل ما يجري في البحر الأحمر وكل ما يجري في سوريا وكل ما يجري هو أيضا إيراني، وبالتالي لعبة التنصل سواء بالنسبة لحزب الله أو الاعتقاد بأن هذه الأزرع الإيرانية هي أزرع مستقلة من ذات المنطق، هي حتما هي أزرع إيرانية مباشرة تتنسق وتدير من ذات المنطق. لذلك أفترض بأن من حيث المبدأ ما نتوقعه هو حصول حدث معين ضد مواقع إسرائيلية، ربما تكون سفارة أو ذات صفة رمزية بمكان ما، ولكن قضية الأمريكان لا تزال أنا في رأيي بعيدة، لأن ليس هناك هدف ملموس يمكن تحقيقه من ذلك. والسؤال الرئيسي الآن هو بالنسبة لسوريا، كيف ستتطور العلاقات الإيرانية السورية في ظل هذا الاحتدام؟ طيب. هل ستمضي الإدارة السورية في اتجاه أكثر من الانغماس أكثر مع المشروع الإيراني في الإقليم، أم أنه بالمقابل سوف تخلق مسافة عن إيران؟ والله سؤال مهم يا دكتور سمير، واضطررتني إلى أن أخذ أساسي. نعم، واضطررتني إلى أن أخذه مباشر إلى دمشق إلى الأستاذ عبد الحميد توفيق. كيف ستتطور العلاقة ما بين طهران ودمشق؟ ستكون هناك تطورات لا يريدها المزاج الشعبي كما تحدثت أنت أكثر من مرة بأن العلاقة مع إيران يجب أن لا تتعدى الخطوط الحمر بالنسبة للسوريين، ليس لك بيئة حاضنة، فبالتالي ابقي على خطوط تماس يعني غير 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 مباشرة كذلك. ربما تكون هذه المعادلة دقيقة في إذا ما أردنا قراءة هذه المستجدات في العلاقة السورية الإيرانية، وهذا أمر معلوم وواضح وليس خافيا على أحد، ولا أعتقد أن عاقلا يمكن له إنكاره، وهو مسألة أن الحاضنة الاجتماعية والشعبية للوجود الإيراني ليست واسعة وليست هي أيضا مرحبة، ولكن هناك مصالح على مستوى الدولتين
تفرضها وتفرض طبيعة هذه العلاقة. لكن فيما يتعلق بمسألة تطور هذه العلاقة، إذا أردت الحديث باختصار عما جرى بعد أحداث 7 أكتوبر في غزة وما جرى الحديث عنه وما حدث وصولا إلى استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، فأعتقد بأن ثمة حسابات سورية باتت واضحة وصريحة، مرتبطة أيضا بكثير من الأهداف الاستراتيجية للدولة السورية فيما يتعلق بالانفتاح سواء على الجانب العربي أو في محاولة إجراء إحداث مقاربات جديدة لطبيعة هذه العلاقات، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب التركي مع سوريا، فيما يتعلق بالوضع القائم في الجنوب، فيما يتعلق أقصد بذلك العلاقة مع الأردن في ظل ما يحدث إضافة إلى هذا الانفتاح العربي. لذلك أنا أعتقد بأن المسألة ستذهب باتجاه أن تكون دمشق أو أن تعمل على مسك العصا من المنتصف، لا تفريط في العلاقة مع إيران التي باتت هي راسخة وعمرها يتجاوز 4 عقود، ولا إفراط أيضا في الذهاب بعيدا على حساب الأجواء أو المناخ الذي بدأ يلوح في الأفق وتلوح ملامحه في الأفق. وأعتقد بأن الجانب السوري يدرك بأن اليوم هذه المسألة لابد من إحداث حالة من التوازن والضبط السياسي تحديدا فيما يتعلق بإيجاد صيغة جديدة لهذه الأطراف. هناك مطلب بأن يكون أن تكون طمأنينة من الجانب. تسمح لنا أن نأخذ التصديق يا أستاذ عبد الحميد، تسمح لنا باعتبار انتهى الوقت نأخذ التصديق بنعم أو لا من الدكتور سمير التقي باعتباره هو السائل، ما رأيك دكتور ب30 ثانية؟ نعم سيدي، أعتقد المشكلة أن إيران ستتصرف دون أن تسأل كما يفعل الإسرائيل. الروس هم يوقفون راداراتهم حين يطير الإسرائيليون، الآن إيران ستتصرف دون أن تسأل عن قضية السيادة السورية. شكرا جزيلا لكما. من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، وكذلك أشكر من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. رغم القصف الذي يتعرض له إقليم دونباس واستهداف المساجد، إلا أن المسلمين ما زالوا يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم، كذلك جماعتهم موائد الرحمن وحادتهم الحرب أكثر وقربتهم من دينهم الحنيف. هذه أطراف مدينة دونيتسك من الناحية الشمالية الغربية، وهذا هو أهم مساجد المقاطعة وأكبرها على الإطلاق. في هذا المسجد لا تقام الصلوات ولا تحيا الطقوس الدينية الإسلامية في شهر رمضان الفضيل بسبب الأضرار التي طالته والأخطار المحيطة به. حاله كحال معظم مساجد المقاطعة التي تتعرض للقصف لقربها من الجبهات. لم يقتصر الضرر على هذا المسجد وحسب، فقد استهدفت مساجد كثيرة. الإدارة الدينية في المقاطعة ارتأت أن تقام الصلاة في أحد مطاعم المدينة الذي يتسع لعشرات المصلين. ليس لدينا القدرة على أداء الصلاة في معظم مساجد المقاطعة، ولا نستطيع إحياء الأعياد الإسلامية هنا. المسجد الكبير تعرض للقصف المباشر 4 مرات وقد أصيب حارسه. رغم كل الصعوبات التي يعاني منها المسلمون في دونيتسك، إلا أنهم يتمسكون بإحياء عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالإسلام كموائد الرحمن. الحمد لله تم اعتماد الصلاة في مطعمنا منذ شهر، وتقام فيه الصلاة والأعياد الإسلامية، وها هي موائد الرحمن لا تنقطع طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث أن الإخوة يتسابقون على تحمل تكاليف الإفطار الجماعي. ويميز هذه المناطق التنوع في أصول المسلمين الذي خلفته الحقبة السوفيتية. نلتقي جميعنا هنا كأسرة مسلمة واحدة، فبيننا الإخوات من أذربيجان ومن طاجكستان وأنا تترية، وهكذا عشنا ونعيش معا. عصرت الحرب العالمية الثانية وأشهد الآن هذه الحرب. بحثا عن السكينة والسلام، لا يزال المسلمون في إقليم دونيتسك يتوجهون للمناطق الآمنة لأداء فرائضهم وإحياء شعائرهم الدينية. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، دونيتسك. هذه ملفات الساعة الأولى من 9:10، بعد قليل نفتح معكم ملفات الساعة الثانية. دمتم بخير، انتظرونا. We'll be right back.
أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أكثر من 1.1 مليار شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. الوجع لا يعرف هوية. الموت ليس له بوصلة. والحروب لا تترك خلفها إلا القصص. وأناسا بلا عناوين. بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأضياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة. كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟
الآن التاسعة عشرة من الحدث. الساعة الثانية من التاسعة عشرة كذلك تبدأ بالعناوين. نتنياهو يروج لموعد اجتياح رفح، والمقترح الأمريكي حول الهدنة يترقب رد حماس. الصدمة متواصلة في خان يونس، وبحث عن أشلاء في محيط الشفاء. خاطفوه وصفوه وجثته في سوريا، حزب القوات اللبنانية يعتبر مقتل باسكال سليمان اغتيالا سياسيا. إسرائيل ضخمت إنجازها في دمشق، هل يمهد نصر الله لعدم الرد الإيراني؟ أهلا وسهلا بكم إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة. في تطور جديد بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن تبادل الأسرى وهدنة غزة، أعلن البيت الأبيض أن حماس تدرس حاليا اقتراحا جديدا وتتحمل مسؤولية اتخاذ قرار في شأن وقف إطلاق النار بعدما قدم المفاوضون عرضا لها. وكشف البيت الأبيض أنه تم تقديم اقتراح لحماس وينتظر الرد، لكنه لصعوبة الاتصال بالسنوار فالأمر يأخذ أياما في العادة بحسب واشنطن. فواشنطن بحسب البيت الأبيض تأخذ المباحثات على محمل الجد وتأمل في التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا. كما سيواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. أما بشأن عملية رفح، قال البيت الأبيض إنه لا دلائل على أن عملية برية كبيرة في المدينة المكتظة بالنازحين باتت وشيكة، كما قال لا موعد محددا للمناقشات الجديدة مع إسرائيل بشأن عملية رفح، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غلطه معلنا أن موعد الاجتياح تحدد. تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس، وهذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك، هناك موعد لذلك. دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى إبرام اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة تعبر على نحو متزايد عن إحباطها حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من الممكن التوصل لصفقة بشأن الرهائن، إنها صفقة على قدر من الصعوبة، إنها صفقة قد لا تعجبنا لكنها ممكنة وبالتالي يجب عقدها. أولئك الأشخاص بحاجة لرؤية عائلاتهم، هناك ما يكفي من الأشخاص الجيدين في الحكومة الإسرائيلية، وإذا لزم الأمر فإن المعارضة الإسرائيلية ستوفر شبكة أمان للحكومة للقيام بصفقة الرهائن، لأننا بحاجة إلى إعادتهم إلى الوطن. حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر من تداعيات غزو إسرائيل رفح، مشيرا إلى تأثيره السلبي على المدنيين وعلى أمن إسرائيل. لقد أوضحنا لإسرائيل اعتقادنا بأن غزو عسكري كامل النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار بشكل هائل على المدنيين، وأنه في نهاية المطاف سيؤذي أمن إسرائيل. We'll be right back.
بدوره أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة توقفت عن العمل في القطاع كمنظمة عسكرية بعد ضرباتهم. أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن الضغط المستمر على حماس أتاح للقوات الإسرائيلية المرونة وحرية العمل في قطاع غزة. كذلك قال إن إسرائيل وصلت إلى نقطة مناسبة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن إعادة المحتجزين لدى حماس. ما يحدث الآن في قطاع غزة هو أمر غير مسبوق. جيش الدفاع الإسرائيلي قضى على 4 من 5 ألوية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة وفي الوسط وفي خان يونس، ونحن نستعد للاستمرار. سحبنا قواتنا وننتظم حتى نصل إلى رفح لحل مشكلة القوة العسكرية الموجودة هناك. بالمقابل لدينا واجب أعلى بإعادة مخطوفين إلى البيت. والظروف العملية التي صنعها الجيش باستخدام الضغط المتواصل على حماس وموقف القوة الذي انطلقنا منه إلى الحرب وإلى هذه المعركة وفر لنا المرونة وحرية العمل. سنكون مستعدين لدفع الثمن من أجل إعادة المخطوفين، وبعد ذلك سنعود إلى القتال. سنقوم بكل ما يجب القيام به، وأعتقد أننا موجودون في موقع مناسب، لكن هل سيؤدي ذلك أم لا إلى عملية كهذه؟ أنا لا أعلم. كل جندي في الجيش الإسرائيلي يجب أن يعلم أن دولة إسرائيل تساندها عندما يذهب إلى المعركة لتنفيذ مهمته، وللأسف فإن هناك ثمنا للمعركة، لكننا نعرف كيف نقف وراء كل واحد منكم حتى في أصعب الظروف. من القاهرة المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب ينضم إلينا. مرحبا بك يا دكتور حسن. المقترح الذي أتت عليه واشنطن وأتى عليه رئيس مخابراتها، إلى أي حد هو قابل للتطبيق بحسب المعلومات التي لدى القاهرة، وما هو تفصيل هذا المقترح؟ وفي الحقيقة هذا المقترح هو نوع من أنواع التعديل لمقترح سبق أن قدم من قبل الولايات المتحدة. هو يتعلق بإعطاء يعني ما يمكن أن نسميه بمزيد أو الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد محدود من الأسرى الذين هم محتجزين لدى حركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى، والذين يقدر عددهم ب40. كان المقترح في السابق هو تقديم إسرائيل يعني تفرج عن ما يقرب من 400 أمام 40 من قبل حماس وزملائها. الآن وصل العدد إلى 700 بما فيهم 100 من المحكومين بأحكام عالية وفقا للتقييمات والتقييمات الإسرائيلية. ونظرا لهذا الموضوع فهذا نوع من أنواع الإغراء النسبي قياسا للمقترح في صيغته الأولى. الصيغة الثانية أيضا أو الجزء الآخر هو يتعلق بمسألة أن يكون هناك التزام بالتفاوض حول مرحلة ثانية تتعلق وقف دائم لإطلاق النار بعد حوالي 3 أو 4 أسابيع من تطبيق الهدنة الأولى التي سوف تستمر أو التي يقترح الأمريكيون أن تستمر لمدة 6 أسابيع. في نفس الوقت أن تلغي إسرائيل ما يمكن أن نسميه بكافة قيودها على عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، زائد أيضا أن تعيد ما يمكن أن نسميه تمركز العديد من قواتها والانسحاب من كبريات الأحياء وكبريات المدن ما زالت يعني فيها جزء من الحياة إلى أماكن بعيدة تمهيدا للانسحاب في المرحلة الثانية والثالثة إذا ما تم الاتفاق على ذلك. الجديد في هذا الموضوع هو أن الولايات المتحدة بتحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك هدنة تتصور من خلالها أن هذه الهدنة إذا استمرت لمدة 6 أسابيع فهذا الأمر سوف يحقق نوعا من تغيير المعطيات على الأرض، بما في ذلك أن توقف إسرائيل طلعتها من خلال الطائرات والطائرات المسيرة على مناطق مختلفة
مختلفة وعديدة من قطاع غزة. هذه هي يعني أبرز البنود في المقترح الأمريكي والتي وجدت بعض الصدى الإيجابي لدى المفاوض الفلسطيني، ولكنه أيضا ما زال ينظر إلى أنه من المهم جدا أن يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار، التزام بوقف كامل لإطلاق النار وبصورة دائمة. هنا الأمريكيون يقدمون مرونة نسبية بأن يكون هذا الالتزام بعد تطبيق هذه الهدنة أما في مرحلتها الأولى أو على الأقل في الشهر الأول، وأن يكون الالتزام بوقف إطلاق النار والبحث في الإفراج عن الأسرى العسكريين لدى حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في الأسبوعين الأخيرين من الهدنة الأولى. هذه الأمور من وجهة النظر الأمريكية بتحرك الموقف وتقدم معطيات جديدة تسهم في أن يعني يتنازل الجميع سواء حماس وسواء الجانب الإسرائيلي. لكن في نفس الوقت ما زال الإسرائيليون يرون أن هذا الموضوع لا يعني إطلاقا الالتزام ببحث وقف إطلاق النار في المرحلة الأخيرة أو الأسبوعين الأخيرين، وهذا الأمر نقطة خلاف كبيرة جدا. هذا المقترح وهذه المحادثات تجنب رفع اجتياحا إسرائيليا يا دكتور، بمعنى أن حكومة بنيامين نتنياهو تلوح بمسألة رفح من أجل أن تضغط على حماس، أو أنها بالفعل واقعة حتى هذه اللحظة؟ نستطيع أن نقول أن الضغوط الإسرائيلية في هذا الموضوع سواء تصريحات رئيس الوزراء أو تصريحات يوآف جالانت وزير الدفاع والتي يعني عرضتم جزء منها تحاول أن تقدم نوعا من الضغط المعنوي والضغط السياسي على الجانب الفلسطيني. هذا أمر يبدو يعني واضحا للغاية. وأنا في معلوماتي أن الجانب المصري في هذه المفاوضات وفي مفاوضات سابقة قدم يعني نوعا من الضغوط على الجانب الأمريكي بأن يضغط كثيرا على الجانب الإسرائيلي لكي لا يقوم بأي عملية برية في رفح، والمصريون يضعون هذا الأمر كخط أحمر سوف يكون له شأنه إذا ما أقدم الإسرائيليون على هذا الأمر. نحن نعلم أن هناك يعني معركة إعلامية إلى جانب المعركة السياسية وإلى جانب معركة التفاوض التي تجري في الغرف المغلقة حتى هذه اللحظة، ونستطيع أن نقول أن هذه التلميحات الإسرائيلية الهدف منها هو أن يضع ضغوطا معنوية على المفاوض الفلسطيني، والفلسطينيون يدركون هذا ويعبرون عنها أيضا ب يعني مما يمكن أن نسميه بدعاية مضادة، وأيضا فنحن الآن في هذه اللحظة ننتظر ما يمكن أن نسميه بالضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لكي يقبل ما يمكن أن نسميه بالبحث في وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى العسكريين المتبقين. طيب. في الأسبوعين الضغط الأمريكي دكتور حسن أبو طالب إذا سمحت لي على إسرائيل ماذا يقابله؟ يعني ما الذي ستقدمه واشنطن لحكومة نتنياهو؟ هي تقدم الكثير، يعني الولايات المتحدة تقدم الدعم السياسي والدعم المعنوي والدعم العسكري وأيضا الدعم في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية المختلفة لكي لا تقوم هذه المنظمات الدولية ب يعني ما يمكن أن نسميه بتشويه سمعة إسرائيل أكثر مما هي حدث بالفعل، وبالتالي هذا الأمر يعني مقدم من قبل بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومن قبل المعارضة الإسرائيلية. لكن نتنياهو لديه حسابات أخرى، هو يريد أن يوسع الحرب، يريد أن تستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية حتى يضمن يعني ما يمكن أن نسميه البقاء في السلطة إلى أكبر فترة ممكنة لتجنب ما يمكن أن نسميه المحاسبة التي يطالب بها الجميع في الداخل الإسرائيلي. وبالتالي فنحن أمام ضغوط تمارس على دولة إسرائيل من جانب، لكن في نفس الوقت هناك التزام أمريكي معلن وواضح وصريح بأن أمن إسرائيل من وجهة نظر الولايات المتحدة يتطلب دعمها وتطلب دعمها سياسيا وسلاحيا إلى أقصى درجة ممكن. بالتالي فأنا أتصور أن الضغوط الأمريكية هنا ما زالت ضغوط ذات طابع سياسي ومعنوي أكثر منها ذات ضغوط يعني حقيقية وفعالة فيما يتعلق بموضوع التسليح، فيما يتعلق أيضا بالمواقف السياسية. صح هناك بعض التصريحات التي يقول بها سواء المتحدث الرسمي باسم الأمن القومي الأمريكي أو وزارة الخارجية أو باسم البيت الأبيض توحي بأن هناك ضغوطا على الجانب الأمريكي الإسرائيلي، لكنها ما زالت في الجانب الدعائي ليس أكثر. شكرا جزيلا لك المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور حسن أبو طالب، كنت معي من القاهرة. أعلن في بروكسل عن تشكيل شبكة البرلمانيين الأوروبية، حيث وقع على وثيقتها التأسيسية 160 نائبا أوروبيا والنواب السابقون من مختلف الدول الأوروبية.
وتذكر الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي رغم آليته المالية يبدو عاجزا عن التزامه بموقف سياسي قوي كفيل بوقف العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون وفرض احترام القانون الدولي. هدف هذا العمل على إنهاء استعمار فلسطين وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. توجهنا لبيوتنا فلقيت البيت يعني كله يترو يعني مش مبين له أثر أصلاً وينه مش عارف من كتر الدبش وين مكاني وين بيتي مش معروف. إيه ما فيش كلمات توصف الوجع اللي بداخلي، ما فيش أي كلمة أقدر أعبر عنها، يعني ذكرياتنا وأحلامنا وطفولتنا هنا وأهلنا وتربينا معهم. يعني شو أشوف أنا شايفة أحط مش لاقي حتى يعني أطلع شو بدي أطلع من كله رايح. من مدينة ليج عضو البرلمان الفيدرالي البلجيكي وعضو مؤسس الشبكة البرلمانية من أجل فلسطين مالك بن عاشور ينضم إلينا. سيد مالك مرحبا بك، أولا تعرفنا على هذه الشبكة أكثر وما الذي يمكن أن تقدمه. في حقيقة الأمر أولا شكرا على دعوتي، أنني سعيد للغاية لأشاطر هذه الأحاديث معكم. إننا نقوم في حقيقة الأمر بتشكيل شبكة مؤلفة من برلمانيين الذين يشاطرون نفس الاهتمامات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولديهم الرغبة السياسية من أجل بناء حلول معقولة ومناسبة للشعب الفلسطيني. لذا إننا الآن قد بلغ عددنا أكثر من 160 برلمانيا الذين قاموا بتوقيع خطاب و نداء من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني. وكنا قد نظمنا يوم السبت مؤتمرا صحفيا في البرلمان الأوروبي للإعلان عن هذه الشبكة بصورة رسمية. طيب الدوافع وراء إقامة هذه الشبكة سيادة النائب؟ في حقيقة الأمر نرى الصورة من جانبها الآخر، أي بمعنى هؤلاء السياسيون والبرلمانيون الذين كانوا يتخذون موقفا متشددا للدفاع عن إسرائيل بصرف النظر عن أي معطيات، لكننا رأينا أن هناك قدرة لإقامة مثل تلك الشبكة التي تساعد في مشاطرة الأفكار والمناقشات، وبالتعاون مع زملائنا في إيطاليا وفرنسا كنا قد تناولنا أحاديث متعددة ووصلنا إلى خلاصة مفادها بأننا بحاجة إلى بعض المصادر التي تسهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. لهذا الأمر رأينا حاجة قد برزت لجمع البرلمانيين من كافة أنحاء أوروبا من أجل مشاطرة الأفكار والأفكار التي تتبعها الأفعال، ومن ثم تنسيق موقف مشترك في كافة أرجاء أوروبا. طيب يأتي أحد الدوافع سيد مالك وأنت تتحدث الآن هو عدم تعاطي الدول الأوروبية والعواصم الأوروبية مع الملف الفلسطيني على وجه الأحقية والعدالة، كذلك بمعنى أنكم تشعرون بأنه هناك ظلم كبير بالنسبة للفلسطينيين وبالتالي لابد من تحرك فعال. بكل تأكيد نعم، الخطوة الأولى أن الظلم الذي نتلمسه بصورة واضحة
تعجز الكلمات عن وصفه، والآن وصلنا إلى نقطة لا عودة، ورأينا أن حاجة ملحة تملي إقامة نوع من توازن القوى ووضع أجندة بالنسبة للقضايا الفلسطينية وجعلها أكثر قوة. طيب، الجانب الإسرائيلي هل أثر على تحرككم، بمعنى أنه يحاول ثنيكم عن الإقامة، إقامة هذه الخطوة، أو على الأقل تجميع أكبر عدد من البرلمانيين بعد سماعه بما تنوون القيام به؟ كما تعلمون إسرائيل قد تحاول فعل ذلك، ولست متأكدا إذا ما سوف تقدم على هذا التصرف، لكن حتى لو حاولت فإننا قد عقدنا العزم، وما من أحد سوف يوقفنا عن تحقيق مسار العدالة. الأمر يتعلق بالسلم والعدالة، وعندما رأينا المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين من حيث الإجراءات التي تبعتها عواصم كبرى مثل واشنطن، برلين، باريس، لندن، ارتأينا بوجوب العمل بسرعة على إقامة ميزان آخر للقوة من أجل إحداث نوع من التوازن والدفاع عن فكرة بأننا نحارب من أجل مبادئ عالمية، أي بمعنى أن كل شخص يجب أن يكون عرضة للمحاسبة، وهذه المبادئ التي ندافع عنها سوف نستمر في دفاعنا عنها بصرف النظر عن لونك أو عن إن كنت رجلا أو امرأة. هذه مبادئ عالمية، وتلك التي لطالما نصرناها في هذه الشبكة. طيب سيادة النائب، تعملون من تلقاء أنفسكم، أو أنه ثم التنسيق مع الجانب المتضرر، الجانب الفلسطيني؟ وإن كان الجواب نعم، ثم التنسيق مع من؟ مع السلطة؟ مع من هم موجودون الآن داخل قطاع غزة؟ نريد أن نعرف. إننا جهة مستقلة، إننا برلمانيون أوروبيون، لكن بكل تأكيد نشاطر الموارد والمعلومات مع الجانب الفلسطيني، وبكل تأكيد لدينا اتصالات مع السفير الفلسطيني لدى دول الاتحاد الأوروبي، ونعمل مع منظمات غير حكومية وأي أشخاص بمقدورهم تزويدنا بمعلومات وبعض الأفكار. طيب، يعني الآن فقط أختم معك بالسؤال عن العقبات التي تعرقل يعني إنشاء هذه الشبكة، فيما إذا تجاوزتم أنتم معظمها وبالتالي ستصلون إلى هدفكم في نصرة الفلسطينيين. لعلي أشير أو أن التحدي الأكبر يتمثل في توافر الموارد للبقاء بنفس مستوى النشاط والفعالية على المستوى الطويل. إننا بحاجة مثلا لموارد مالية لإقامة سكرتارية دائمة، ولكننا عازمون على فعل ذلك، إذ أنه من المهم أن لا نفشل في تحقيق هدفنا. سوف نمضي قدما بنفس العزيمة. إننا نواجه في الفترة الحالية حالة يمكن من خلالها أن نرى رئيس الوزراء نتنياهو يرفض حصريا حل الدولتين، وكذلك يقوم بضرب المعايير الدولية عرض الحائط. لا نعلم إذا ما كان سوف يتقيد بسيادة القانون والمعايير الدولية، لكن اليوم بات يجب أن نقول بأن الحكومة الإسرائيلية قد أصبحت تهديدا لسيادة القانون وللنظام الدولي. شكرا جزيلا لك من مدينة ليج، عضو البرلمان الفيدرالي البلجيكي وعضو مؤسس الشبكة البرلمانية من أجل فلسطين، السيد مالك بن عاشور. شكرا.
إذن مشاهدينا نذهب إلى هذه المشاهد التي تأتينا من لبنان والغضب العارم الذي يلف الشارع بعد الإعلان عن مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكات سليمان بعد اختطافه اعتداءات وانتشار للجيش في منطقة سد البشرية شرق بيروت. هاي تحت بيتنا كله بتصير. يلا هاي تحت بيتنا نازلين تكسير بالعالم. يلا في نهاية مأساوية أعلن الجيش اللبناني عن التحقيق مع العصابة التي اختطفت المسؤول حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. تم التحقيق معهم وكذلك تم القبض على أجزاء منهم وعناصر. خلال ذلك قتل المسؤول في القوات اللبنانية أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، مضيفا أنه أوقف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين. الجيش اللبناني قال إن أعضاء العصابة السوريين اعترفوا بنقل المخطوف إلى سوريا، مشيرا إلى أن قيادة الجيش تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة واستكمال التحقيقات. انتشار الجيش بسد البوشرية أضخم موكب مغوية شفته. أكيد معهم بدأ انتشار الجيش بسد البوشرية. من جبيل تنضم إلينا مراسلة الحدث نهد يوسف. نهد مرحبا بك، نستطلع منك ما يجري الآن يا نهد. وصل الجثمان؟ نعم أو بعد؟ حتى الساعة بالنسبة للجثمان لم يصل إلى لبنان بعد، هناك طبعا انتظار وترقب لوصول الجثمان من أجل إنشاء أو إقامة تشييع حاشد كما كانت طلبت القوات اللبنانية. بداية نقول بأن الطريق التي كانت قطعت منذ يوم أمس، هذه الطريق الدولية في منطقة جبيل والتي تربط بيروت بالشمال، فتحت كاملا وبالاتجاهين كما يمكن أن نرى، وعادت حركة السير إلى طبيعتها بعد أن كانت قطعت كما ذكرنا منذ ليل أمس، منذ الإعلان عن اختطاف مسؤول القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان. بعدها أو بعد الإعلان عن مقتله، كان أصدر حزب القوات بيانا دعا فيه كل مناصريه إلى فتح الطرقات وترك الساحات من أجل فتح الطرقات، خصوصا وأننا على عشية عيد الأضحى المبارك. وقال بأن هذه الجريمة، والتي كان بحسب ما قال الجيش اللبناني بأنها نتجت عن عملية سرقة، وأن العصابة التي حاولت سرقة سيارة قامت بقتله وأخذ أو نقل جثمانه إلى سوريا، حزب القوات لم يقتنع بهذه الرواية، وقال في بيان بأنه سيعتبر أو غير أو كل المعلومات التي سربت عن هذه الجريمة لا ترتبط بحقيقة الواقع أو بالدوافع الحقيقية لهذه الجريمة، وأن الحزب سيصر أو مصر على موقفه بأن هذه الجريمة لها ارتباط سياسي وهو اغتيال سياسي إلى حين إثبات العكس. وأكد بأن سياسة كم الأفواه لن تستمر، وأنه لا يمكن لأحد ترهيب كل الأصوات الحرة كما جاء في البيان. لذلك يعني طبعا هناك إصرار على أن هذه الجريمة سياسية وليست ناتجة عن جريمة سرقة كما كان ذكر الجيش اللبناني. طبعا بانتظار استكمال كل التحقيقات بعد وصول الجثمان إلى لبنان، السلطات أو الجيش اللبناني ينسق مع السلطات السورية من أجل وصول الجثمان. ليس هناك من موعد حتى الساعة حسين لموعد وصول هذا الجثمان، ولكن كان الحزب أيضا حزب القوات كان حزب القوات طلب من مناصريه بأن يكونوا أو يشاركوا في التشييع من أجل إيصال رسالة بأنهم جميعا ضد هذه سياسة الترهيب، بأن تكون مشاركة طبعا حاشدة لتظهر هذه الصورة بأنهم مع الأصوات الحرة. طبعا أيضا حسين أشير إلى أن هذا الموضوع أو هذه الجريمة خلقت توترا كبيرا في لبنان خصوصا مع السوريين، ففور أو لحظة
صدور خبر في ساعات النهار بأن سوريين لهم علاقة بهذه الجريمة، وخصوصا هناك يعني موضوع حساس بالنسبة بين اللبنانيين والسوريين في لبنان، لذلك عند صدور خبر بأن سوريين يرتبطون بهذه الجريمة كان هناك توتر بين عدد كبير من عناصر القوات اللبنانية وعدد من السوريين. وفور لحظة إعلان مقتله أو خبر مقتل باسكال سليمان حصلت عدة توترات في بعض البلدات اللبنانية، من عملية تكسير لسيارات تحمل نمرة سيارات سورية، وعملية ضرب لبعض المواطنين السوريين في بعض البلدات. كان هناك أيضا تواجد كبير للجيش اللبناني فور إعلان هذا الخبر بعدد من البلدات، خوفا من أن تتطور أو أن يأخذ التصعيد منحا جديا في بعض البلدات من توترات أو تشنجات بين اللبنانيين والسوريين أو بين القواتيين والسوريين. كما كان هناك انتشار للجيش اللبناني في عين الرمانة خصوصا أو خوفا من أن تتطور أي إشكالات في تلك المنطقة، خصوصا وأنها منطقة عادة ما تحصل فيها إشكالات أو تتطور فيها إشكالات بين عند حصول هكذا إشكالات أمنية. الآن عاد الوضع إلى طبيعته، الجيش لا يزال منتشرا في تلك البلدات، ولكن الطريق فتحت بانتظار أن يصل جثمان أو أن يتسلم اللبنانيون أو تتسلم عائلة باسكال سليمان جثته من أجل إنشاء هذا المأتم الشعبي الحاشد كما كانت دعت القوات. طيب ناهد، من يحقق معهم الآن؟ هم في قبضة الجيش والمخابرات، تم نقلهم إلى المركز، يعني بعضهم فار ما زال حتى هذه اللحظة، نريد أن نعرف تفصيل في هذا الشأن. الجيش اللبناني أعلن بأنه أوقف معظم المتورطين في هذه القضية، وأن أحدهم بحسب التسريبات اليوم أن أحد هؤلاء أو حتى بحسب إعلان الجيش اللبناني أحد هؤلاء الموقوفين اعترف بهذه الجريمة وبأنها حصلت بدافع سرقة السيارة. هذا ما كان صدر عن الجيش اللبناني، وقال حتى في آخر بيان أصدره والذي أعلن فيه عن مقتل باسكال سليمان بأن معظم المتورطين تم توقيفهم، وأن العمليات الآن أو التحقيقات جارية معرفة كل ملابسات هذا الحقيقة. رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أيضا كان بعد شجبه لهذه الجريمة دعا إلى توسيع هذه التحقيقات من أجل سوق كل المتورطين إلى العدالة ولتأخذ القضية مجرها. يوم غد أيضا وزير الداخلية المولوي بسام المولوي أيضا سيعقد اجتماعا للأمن المركزي من أجل بحث تداعيات هذه الجريمة وكشف كل التفاصيل. لذا التحقيقات لا تزال مستمرة، ولكن إلى حين إثبات كامل تفاصيل هذه الجريمة لا يزال حزب القوات اللبنانية يقول بأن هذه الجريمة لها دافع سياسي، خصوصا وأن هناك سوابق، واليوم يعني مع اختطاف باسكال سليمان عادت بالذاكرة إلى عملية اختطاف ياس الحصروني، أيضا هو قيادي في حزب القوات اللبنانية في إحدى المناطق الجنوبية والذي كان اختطف قبل عام من الآن، وأيضا بعدها وجدت جثته في إحدى الطرقات في إحدى البلدات الجنوبية، ويومها وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله، ومنذ تلك اللحظة حتى اليوم لم تكشف أي ملابسات هذه الجريمة حتى هذه الساعة، ولذلك كانت أصابع الاتهام مع بداية خطف باسكال سليمان وجهت إلى حزب الله، كونهم خصوصا يعني أن حزب القوات اللبنانية وخصوصا في الفترة الأخيرة كان يندد دائما بسياسات حزب الله، خصوصا أيضا المشاركة الأخيرة أو افتعال حزب الله الحرب في جنوب لبنان هو ما كان يندد به حزب القوات اللبنانية في الأيام الأخيرة، ومن هنا كان عناصر أو قياديون من القوات وجهوا أصابع الاتهام إلى حزب الله، أو بالأحرى غمزوا من قناة حزب الله، خصوصا مع قولهم بأن اختطافه يقع في سياسة كم الأصوات وأنهم مستمرون في معركة الحريات في لبنان. شكرا جزيلا لك من جبيل مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف على كل هذه التفاصيل. هذا ودان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الجهات الخطيفة عمدت إلى تصفية باسكال سليمان مشددا على استمرار التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة. ودعت الحكومة اللبنانية الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات.
طالب حزب القوات اللبنانية الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق الجدي والعميق مع الموقوفين في قضية مقتل مسؤول الحزب في جبيل بأسكال سليمان. وقال الحزب في بيان إن ما سرب من معلومات عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجما مع حقيقة الأمر. أضاف البيان أن عملية القتل تمت عن عمد وعن قصد، معتبرا أن مقتل بأسكال سليمان عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس. كما دعا الحزب مناصريه لترك الساحات وفتح الطرقات بعد إشعال الإطارات وقطع الطرق احتجاجا على مقتل مسؤول الحزب. وطالب الحزب في بيانه بمشاركة حاشدة في تشييع بأسكال سليمان كرسالة رفض لإبقاء لبنان ساحة فوضى كما قالوا. في تهديد واضح وعلني هدد زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله حزبي القوات اللبنانية والكتائب المسيحيين واصفا إياهم بأهل الفتنة. تهديد نصر الله جاء على خلفية تداعيات اختطاف مسؤول في حزب القوات اللبنانية بأسكال سليمان والذي أعلن لاحقا عن مقتله. ليلة أمس واليوم دوس كبير يجب أن يكون لللبنانيين عموما، واسمحوا لي أقول وللمسيحيين خصوصا، وفضيحة كبرى لحزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وكل من شد على مشدهم ليلة أمس واليوم، فضيحة حقيقية. وانكشفوا على حقيقتهم، لا ناس أهل حق ولا أهل حقيقة ولا أهل عدل ولا دايرين على مصلحة وطنية ولا على سلم أهلي ولا عشي، أصحاب فتن وعم بيفتشوا عن الحرب الأهلية بس. هذا شاهد حقيقي على هذا الموضوع، يعني بعتوا برسائل للناس الساكنين بمنطقة جبال وكسوان وصاروا يهددوا ويوعدوا. هذا شيء كتير خطير، هذا شيء ما بينمر عليه، مش سهل على الإطلاق. هاي خطوة خطيرة جدا 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 حتى ينقطع النفس. لازم يفهموا هاي الحقيقة. من مدينة جبيل القيادي في حزب القوات اللبنانية جاد تميم، مرحبا بك سيد جاد. أبدأ معك مما يجري الآن، أسأل عن أخبار وصول الجثمان من عدمه، متى أخبرتم أنه سيصل؟ مساء الخير. مساء النور. الجثمان لم يصل حتى هذه اللحظة، ما زلنا في انتظار وصوله. الفاجعة كبيرة، إنها المرة الأولى التي نسمع بأنه يتم سرقة الجثة وترك السيارة. ما نراه في لبنان بعيد كل البعد عن المنطق، إنه نوع من الخيال. ما يحصل جريمة منظمة حصلت عن سابق تصور وتصميم، ونحن نعتبر بأن أي محاولة لتمييع هذه الجريمة هو استمرار في قتل باسكال لمرة أخرى، ونحن لن نقبل بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. بأي معنى؟ يعني عندما يكون هناك توصيف منكم أنتم في القوات اللبنانية بأن المسألة ليست مسألة سرقة سيارة، هل هي من الواضح معطيات لديكم سيد جاد؟ المعطيات بأن السيارة وجدت في مكان بعيد كل البعد. بيان قيادة الجيش يؤكد بأن باسكال قتل على الفور، وبالتالي هنالك العديد من الأسئلة التي لابد من أن تسأل. كيف يتم التنقل بجثة من جبيل إلى الداخل السوري؟ كيف يمكن الحديث عن عملية سرقة سيارة وفي الواقع لم يتم سرقة السيارة بل تم سرقة الجثة؟ وبالتالي نحن نعلم جيدا، وهذا الموضوع سبق وحصل سابقا مع رفيقنا الحنتوش في بنت جبيل، حيث تم محاولة تصوير القضية على أنها حادث سيارة ليتبين فيما بعد بأن عناصر منظمة هي من أقدمت على اغتيال الحنتوش. وهنا هنالك محاولة جديدة، محاولة لإلصاق التهمة تارة بالسوريين وتارة أخرى بأن عصابة لبنانية سورية، ثم الحديث بأن إحدى العائلات هي المسؤولة. نحن نعلم جيدا بأن هنالك ميليشيا، هنالك دويلة داخل الدولة سوف تبقى مدانة حتى تثبت هي العكس وليس العكس. طيب الآن يعني المطلوب سيد جاد في ظل هذا الظرف الاستثنائي، يعني المطلوب أولا من الشارع
ثانيا من الحكومة اللبنانية حكومة تصريف الأعمال، ثالثا من الفرقاء في الوطن لكم أنتم في القوات اللبنانية؟ أعتقد بأنه ليس هنالك أي شيء مكتوب من القوات اللبنانية. القوات اللبنانية تقدم الشهداء، الشهيد تلو الآخر. القوات اللبنانية كانت حريصة منذ اليوم الأول على المطالبة بالسيادة وبالحرية وبالاستقلال وبدولة القانون وبدولة المؤسسات، وكل ما نجنيه هو القتل والاغتيال والتنكيل. نحن بالنسبة لنا قدمنا ما قدمناه. اليوم لسنا نحن من الفئة التي تحت المجهر. من هو تحت المجهر هي الدولة اللبنانية، هي الحكومة اللبنانية. بقاء هذه الدولة من عدمها، تحمل مسؤولياتها، كشف الجنات بعيدا عن التسويف، بعيدا عن التسخيف، هذه جريمة سياسية بامتياز، ولن نقبل بمحاولة تسخيفها وبتحويلها لأي قضية أخرى. على الدولة اللبنانية، على القضاء اللبناني، على الأجهزة الأمنية المباشرة والمسارعة على إيجاد أجوبة واضحة بعيدة كل البعد عن بعض الحيثيات التي هي غير مترابطة، وهذا ما حصل في 24 ساعة الماضية. طيب الآن كذلك أريد أن أسأل سيد جاد، يعني الشارع فيه فوضى، من يتحمل هذه الفوضى وكيف يمكن تهدئته وسحبه إلى الخلف وعدم الانجرار وراء الشائعات أو وراء مسألة على الأقل الاعتداء على بعض الآمنين الذين لا حول لهم ولا قوة، يعني حتى وإن شارك فلان. من يتحمل هذه الفوضى أو علان، يعني من يتحمل هذه الفوضى؟ نعم. هي الدولة اللبنانية، هي وجود دويلة داخل الدولة، هو النهج المستمر منذ عشرات السنين لبعض الأفرقاء في لبنان الذي هو بعيد كل البعد عن دولة المؤسسات، عن دولة القانون، عن مبدأ، عن الحد الأدنى من أي مبدأ لقيام دولة في العالم. هم المسؤولون عن ما يحصل اليوم. بالنسبة لنا بيان القوات اللبنانية كان واضحا وصريح بطلب من الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها، بالطلب من كافة المناصرين والحزبيين بالتحلي بالوعي والمسؤولية، ونحن في انتظار الخطوات القادمة التي سنعلن عنها كقيادة في حزب القوات اللبنانية. طيب حزب الله وصفكم بأهل فتنة، يعني باعتبار التصريحات منكم في هذه القضية، يعني وكأنها تلمح لشيء ما. نريد أن نفهم طبيعة هذا الاتهام لكم وكذلك طبيعة استباقكم، يعني لمن طبيعة استباقكم للتحقيقات أنتم كذلك. سيدي العزيز، أولا ليست القوات اللبنانية من قتلت رفيق الحريري وجبران تويني وبيير جميل وكافة شهداء ثورة الأرس. ليست القوات اللبنانية من قتلت لقمان سمين. ليست القوات اللبنانية من قتلت الحنتوش. ليست القوات اللبنانية من أقدمت على 7 أيار 2008. ليست القوات اللبنانية من أحرقت تلفزيون المستقبل. ليست القوات اللبنانية من قامت بكافة هذه الارتكابات التي هي معلومة المصدر. هذا أولا. ثانيا، حزب الله اليوم هو من باشر إلى الهجوم على القوات اللبنانية، علما بأن كافة تصريحات القوات اللبنانية في 24 ساعة الماضية كانت توصف بالمسؤولة، وكانت توصف بأنها لا تقوم باستنتاجات مسبقة، ولكن الذباب الإلكتروني لحزب الله هو من أقدم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بمحاولة الدخول إلى هذه الحادثة، بمحاولة بث الشائعات في الداخل اللبناني. وبالتالي لدينا في لبنان مثل يقول يلي في تحت باطو مسلة بتنعره. وبالتالي هم اليوم بتصريحات حسن نصر الله أكملوا بهذا النهج وأكملوا بمحاولة تمييع وتحوير هذه القضية. ثالثا، محاولة اتهام القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية بأنهم أهل فتنة وتصوير الوضع على بأن المسيحيين تحديدا هم أهل فتنة هي محاولة وضع مكون أساسي في لبنان بموقع خطير، بموقع بعيد كل البعد عن تاريخهم، بموقع بعيد كل البعد عن أدائهم، من قبل حزب هو من أقدم على كافة هذه الجرائم بالفترات الماضية. طيب ستبقى معنا سيد جهاد، سأعود إليك بعد قليل، ولكن نتابع مشاهدينا هذه الصور لقطع الطرقات
إثر الإعلان عن مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان. نذكر مشاهدينا بأن هذا المسؤول كان آمنا يقود سيارته واختطفه مجموعة قيل بأنها عصابة حاولت سرقة سيارته، إلا أن القوات اللبنانية تقول إن الأمر مختلف عن هذا التوصيف وبانتظار التحقيقات. ولكنه عاد جثة هامدة إلى أهلي، لم تصل الجثة حتى اللحظة، وكان هناك تداول لمقطع صوتي يطلب فيه السيد باسكال المتوفى والمغدور به من هؤلاء الذين اختطفوه بأنكم لا تقتلوني لدي أطفال. هذا ما تم تداوله. إذن نهاية مأساوية حقيقة. نحاول أن نصل إلى بعض تفاصيلها. طيب الآن سيد جاد، يعني أنتم في حزب القوات اللبنانية على الصعيد الداخلي الحزبي، هل لديكم اجتماع أو إجراءات داخلية من الممكن اتخاذها، وما الذي ستقدمونه أنتم للحكومة، حكومة تصريف الأعمال، في سبيل الوصول إلى حقيقة من قام بهذا الفعل، ومن هي الجهة التي تقف وراءه؟ القوات اللبنانية اليوم باجتماعات مفتوحة، هنالك العديد من الاجتماعات التي حصلت في اللحظات الأخيرة، اجتماعات للنواب، اجتماعات طبعا لكافة المسؤولين في حزب القوات اللبنانية. سأعود إليك بعد قليل سيد جاد. تفرض الأحداث نفسها علينا الآن من عندك بشكل مباشر، إلى اعتراض صواريخ فوق إيلات، مستوطنة إيلات. إذا نتابع هذه الصور، ستبقى معنا سيد جاد. إذا نحن نتابع مشاهدين هذه الصور التي وردتنا قبل قليل على شاشة الحدث. نحن نلاحق الحدث حيثما كان. هذه صور لاعتراض صواريخ على ما يبدو بأنها أطلقت باتجاه مستوطنة إيلات، وتم اعتراض هذه الصواريخ وفق نظام القبة الحديدية. إذن الإيرانيين توقفين. يو إذا تيود مفخيد يا تنبل. إذا تيود خزاك ريتا. إذن هذه صور لاعتراض صواريخ أطلقت باتجاه إيلات. האיראנים תוקפים. יואו, איזה תיעוד מפחיד, יא טמבל. איזה תיעוד חזק, ראית? בוא נעזור זמאות, אחי, שלא ייפול עלינו גם. האיראנים תוקפים. יואו, איזה תיעוד מפחיד, יא טמבל. איזה תיעוד חזק, ראית? בוא נעזור זמאות, אחי, שלא ייפול עלינו גם. إذن هذه مشاهد جديدة نتابعها الآن للصواريخ أطلقت باتجاه إيلات. رشقات صاروخية. اتجاه إيلات. إذن مشاهد من اعتراض صواريخ ومسيرات فوق مستوطنة إيلات. طيب
إذن هذه الصور، سنكون مع تفاصيل أكثر مشاهدينا. أعود فقط ونحن نتابع هذه الصورة إلى سيد جادم، كنت تتحدث بأن القوات اللبنانية مجتمعة. دقيقة واحدة فقط، نريد أن نعرف تفاصيل ما ستقومون به خلال الساعات المقبلة سيد جادم. البيانات سوف تصدر على التوالي، ننتظر حتى الغد سوف يكون هنالك موقف واضح من قبل رئيس القوات اللبنانية والقيادة في القوات اللبنانية من أجل تحديد الخطوات المقبلة تبعا للمعلومات التي سوف تعطى من قبل الدولة اللبنانية لنا. طيب، شكرا جزيلا لك من مدينة جبيل القيادي في حزب القوات اللبنانية جاد دمياو، ونحن مشاهدين نتابع الساحتين اللبنانية وكذلك الفلسطينية قبل قليل في لبنان. في فلسطين إيلات على وجه التحديد، نتابع هذه الصور الآن، مشاهد لاعتراض صواريخ أطلقت باتجاه هذه المستوطنة، وكذلك قيل بأن مسيرات تم اعتراضها. وفي الساحة اللبنانية كنا نشاهد قبل قليل ما يجري في الداخل اللبناني من قطع للطرقات وغير ذلك، اعتراضا على ما تم قبل ساعات بإعلان الجيش أن المسؤولة في القوات اللبنانية باسكال سليمان قتل على يد خاطفه. إذن نتابع تفاصيل ما يجري مشاهدينا، وكل جديد حول هاتين الساحتين سنكون معه أولا بأول. إذن نذكر بأن القيادية في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان قتل على يد خاطفه، وهذا ما أعلنه الجيش اللبناني وصرحت به حكومة تصريف الأعمال. كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دانا العملية وطالب الشارع عدم الانجرار إلى الشائعات والهدوء. تفاصيل أوفى حول ما يجري بعد قليل في ساعتين مفصلتين مع زميلي المبروك الصغير، يلتقيكم الآن. دمتم بخير، إلى اللقاء.